سمعت الناقد الفني طارق الشناوي؟ طبعا حبيبي. بتهتم بنقده وبآرائه؟ بهتم بنقده وبآرائه وما بعملش بيها طبعا. ما بتعملش بيها. سمعته لما قال سمير غانم بيقدم كوميديا قديمة ومفتعلة. هو شباب بقى. شايف ده ازاي؟ مش عارف هو شايف دي ازاي. مش عارف هو بقى طارق يعني ناقد. يعني سمير غانم لما يسمع جملة زي دي أو تعليق زي ده أو نقد من النوع ده لا هو كتير انتقدني كتير طارق بشكل يعني لقيت قعدت معاه قلت له بس أنا قاعد معاك عشان أشوفك. يعني أحب أشوف الشاب الجميل ده اللي بينقد. أحب أشوف الراجل اللي بيقول لي الكلام ده. وجاي المسرح كتير راجل ومثقف جدا طارق حقيقة. ولو أراء في ممثلين كتير حلوة أوي يعني بتعجبني. فهو بيبقى حر لما يعني ممكن يكون قال ده صالح يعني هو قال جملة في المسلسل دلع بنات ده قال سمير غانم فقد خفة ظله ما عرفش جابها منين. مع ان انا ما حسيتش ان انا فقدت حاجة في ما حسيتش ان في حاجة البسمة مني. كانت موجودة انا مش طالع يعني الدور كان لذيذ وخفيف وحلو. يعني هو النقد اذا ما كانش ينقد طيب هيعمل ايه؟ هيعمل ايه بمعنى ياكل عيش منين؟ مش بالظبط الناقد ما كانش هينقد ياكل عيش منين؟ هيفضل يمدح مش معقول. بس دي بروفيشن دي مهنه. شعبان عبد الرحيم قال مش هيمثل معاك مسرحيتك الجديده علشان المنتج عاوز يعرض المسرحيه في قطر. جابها منين شعبولة ده؟ مو شعبولة أنا أنت بتحبه أنا عارفة بعشقه أنا عارفة فما حدش يلوم عليه حاجة لأن الذاكرة ساعات بتطلع من هنا بتطلع من هنا. لا ده مزاج تاني ده ستايل تاني جميل هو وكيفه النهاردة ربنا يديله الصحة وطول العمر بموت فيه.